بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما عرضنا الالرت دايلوج، طبعا لما بندوس عليه وبندوس على حتة فاضية بيختفي التفصيل. طبعا انا مش عايز دي، انا عايز احط باتنز من عندي، وبطبيعة الحال عايز يرد على باتن، مش عايزه يقفل كده، يبص اي حتة كده بعيدة يقفل. فهقول له ايه؟ دايلوج دوت سيت كانسلبل فولس. ما ينفعش يكنسل كده اوتوماتيك من اي دوس في اي حتة بعيدة تكنسل، فديتها فولس. فالمفروض كده ان هي ما تبقاش ايه، متفعله. فلو دوست على اي ايتم طلع لي ايه الديالوج، ادوس في اي حته بعيد زي ما انتم شايفين ما بيختفيش. عايز بقى انا احط له الباتنز اللي تخليه يتحكم بقى في الايه، في الاليرت اللي طلعت دي، واعملها الاكشن بتاعها. فاقول له اليرت دوت سيت، نكتب سيت باتن بس نشوف باتنز كده مع بعض. لا مش بوزيتيف، لا انا عايز باتن. ايوه هتلاقي ايه، في باتنز بالاشكال بتاعتها بالاوفرلودنج، نيجاتيف وبوزيتيف و نيوترال. فاقول له تمام، عندنا ثلاث باتنز نقدر نلعب بيهم على الاليرت. فاول واحد قلت له سيت نيوترال باتن، في كذا طبعا اوفرلود ليه كذا شكل، انا هختار ايه. قلت له انا عايز اعمل سيت باتن، وادي له النيم بتاعه وليكن باتن الاوكي. خلاص يعني طلعت المسج، الراجل قال اوكي. بلاش مثلا ممكن نسميها كانسل، يعني لغى يعني كانسل. ده نيوترال مثلا، نيوترال معروف ما بيعملش حاجه، لا ممكن تعمل له الفانكشن بتاعته. فانا هعمل كده القسم بتوعه واكتب الفانكشن اللي انا عايزها. في الغالب هي دايلوج ويتش، دول البارامترز الموجودين، وبنكتب الكود بتاعنا اللي احنا عايزينه. فانا ايه، هخش كده ادوس انتر بعد السهم، بعد الارو ده، وهبدا ايه، اطلع توست بس مش محتاج دلوقتي. انا بس هطلع توست بيزد على النيوترال باتن ده. فهقول له بس اشيل المسج اللي بتطلع دي، هقول له بس ايه، ان انت دوس على كانسل او كانسل ده. خلاص انت عملت كانسل، تمام. لو جينا عملنا ري ران كده، خلاص بقى عندنا نيوترال باتن اسمه كانسل، ولو دوس عليه بيطلع لك بس ايه، توست كده ان هو كانسل. دوست كده، ادي ايه، ادي اهو، وادي الباتن اهو، ما دوس عليه كانسل اللي بيحصل، بيطلع لي كانسل. دوس على كانسل بيطلع لك ايه، كانسل. كويس جدا. لو انا عايز بقى باتنز ثانيه اخد من اليوزر بقى استجابات، زي مثلا يس او لا او واعرف ان الاه كذا لا كذا، او اعمل اي شيء ثاني اخر، فانا عامل ايه، هقوم واخد كابي كده من النيوترال باتن ده كله، واغير بس سيت نيجاتيف باتن بس. والنيجاتيف باتن بس انا هقول له اي حاجه، مثلا وليكن اي دونت اندرستاند، وليكن انت بتساله انت كده فهمت القصه ولا مثلا يعني، او اي شيء انت عايز تاخد منه اجابه يس نو مثلا، فهتبقى النيجاتيف هتقول له نو مثلا. فاقول له مثلا سوري وي ويل تراي تو مش عارف تو امبروف ذا اكسبلينيشن مش عارف مثلا. لو قال لك انا مش فاهم حاجه، تاخد كابي منه وعن بيست، بس هعمل بقى مش النيجاتيف، هعمل بقى البوزيتيف اللي هو بقى اوكي خلاص الراجل تمام بالنسبه لنا. لو فهمه بقى الثانيه فهمه، واحده هتبقى عدم فهم، واحده فهم كمسجز يعني. فهقول له خلاص اي اندرستاند، وي اشيل بقى المسج دي واقول له اي حاجه مثلا. الحمد لله مثلا، كويس انك فهمت. يعني صعب. المهم عملنا طبعا الرسائل دي، مش مفترض ان تبقى رسائل بقى، هنعمل كود بقى في اليس، هنسيف حاجه في النو، هنعمل حاجه ثانيه الى اخره يعني. فدوس على انتنشن بقى عندي نوت، طبعا اي اندرستاند اي دونت اندرستاند كانسل. بدوس بيطلع لي ادي الحمد لله، لما دوس على اندرستاند ما قلت اي دونت اندرستاند طلع لي المسج بتاعتها، والكنسل بيطلع الكنسل. طبعا بكده نكون قدرنا نتحكم. طبعا الشكل بتاعها بيبقى اتنين على اليمين وواحد على الشمال لو كانت رسالة مش طويله. ما كانت رسالة طويله حسينا ان الزرار تحت بعضها. السلام عليكم.